نحدد اليوم المود اليوم أبشر. من بداية الحلقة أنت اليوم صاحي من النوم مع الرجل ولا مع المرأة؟ كيف إحساسك؟ لا والله مع المرأة اليوم والله مرة ترى أبو عبد الله من المعروفين جدا مشاهدينا في تغريداته في آرائه حول مرة تقرأ التغريدات تطلع التواريخ تقول لا شكله أبو عبد الله اليوم صاحي مع الرجل بعدها بيومين تلاقيه صاحي لا اليوم مع المرأة قاعد يجيب اليوم فأنت اليوم مع المرأة محامي بعد شباب أنا مدافع عنك اليوم أنا شايل فريق الرجل اليوم أنا عبد الرحمن يا اهلا فيك في الله يطولك بدنا نعرف شويه هذا الكلام من وين بيجي فعلا يعني مش خليك من صاحب من النوم قرر هو مع مين أكيد من وين بيجي أكيد. شو هذا والله يا اخي انا من النوع اللي دائما افكر باشياء كثير واحاول اني اميل للاشياء اللي مضحكه ومستفزه في نفس الوقت فالحمد لله يعني بالنسبه لوسطنا الاجتماعي دائما غزير يعني مليان بالله في أشياء على كيف كيفك فلا من ناحية الرجل ولا من ناحية المرأة فأنا دائما أميل أنها تكون تثير الجدل علشان يعني أول واحد أنا أستفيد منهم من ردودهم لأنهم أحيانا تشوف ناس يردون عليك رد فخم خذ مني هذا السؤال ويمكن أسألك يا عبد الرحمن أنا كمان عندي سؤال بعد لا والله تسأل قبلي تفضل نطلق على الطبخ تفضل ادينا تغريدة انت كتبتها ومرة سوى التفاعل قوي والله كثير يعني في عطينا واحدة ولعت في الرجال وواحدة ولعت في النساء اللي ولعت في بالنسبة للنساء اللي هي أول تغريدة أنا اشتهرت فيها الفتاة التي تشرب القهوة بكثرة تعاني من حالة عاطفية عجيب أنا الآن جالس معكم ماني مصدق أنها وصلت 40 مليون خلال 24 ساعة 40 مليون خلال داخل المملكة وخارجها اي نعم